بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا طب القلوب ودوائها محمد ابن عبد الله، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سنرى اليوم إن شاء الله تعالى استكمالا لحديثنا عن الرسالة، رسالة فيها الخصائص المفترضة أو المفترض وجودها في الرسائل الديوانية التي اصطلحنا عليها بأنها رسائل سياسية، وتدخل في هذا الجانب بوصفها رسالة وجهها رئيس ديوان الكتاب في ذلك الزمان عبد الحميد الكاتب، الذي توفي عام 132 للهجرة مع آخر خلفاء بني أمية، لأن نهاية خلافة بني أمية كانت في العام نفسه الذي قتل فيه مع مروان بن محمد آخر الخلفاء. وعبد الحميد الكاتب قيل عنه إن أسلوبه كان في الاسترسال نموذجا يحتذى للكتاب، حتى قال عنه النقاد: ابتدأت الكتابة بعبد الحميد في العصر الأموي وانتهت بابن العميد. وكان له أسلوب جميل، جزل، سلس، مسترسل، يكثر فيه من الحمدلة والدعاء، ويستخدم الجمل المتوازنة كما سنلاحظ الآن، وفيه عمق الفكرة. الرسالة بمقدمتها ومحتواها يقدم لنا من خلالها نصائح قيمة لمعشر الكتاب الذين كان يرأسهم بوصفه رئيسا للديوان أو في مجلس الوزراء. يعني لو تخيلناه الآن رئيس ديوان تابع للوزارة أو لرئيس الوزراء أو لمجلس الوزراء في زمانه، هنالك خليفة وهو يقوم بالشؤون، وكان يعتمد عليه الخليفة في تسيير كثير من المكاتبات والمراسلات، حتى إنه قال له في أواخر حياة الأمويين: أرسل رسالة للعباسيين تداهنهم فيها. فقال: إن هذا مريح لك. فقال: لعلك تشفع لي أو تنفع نفسك. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أمر هين عليك، ولكنه والله صعب علي، لا أقبل أن أكون أظهرت الولاء ثم أظهر عكسه في آن معا. كان عنده وفاء، وأمسك به وقتل هو والخليفة وجماعة من الناس، حتى أنه أمسك به هو ابن المقفع كما يقال، وغير ذلك من الأمور التي تحكى عن ذلك التاريخ الذي لا نحب أن نفصل فيه، لأن خلافة العباسيين قامت على أنقاض خلافة الأمويين بما سادها من قتل وصراعات في داخل التاريخ الإسلامي ما بين مؤيد ومعارض لهذا التيار وذاك التيار. العباسيون كانوا مناهضين للأمويين، والأمويون كانوا مناهضين للعباسيين، وصارت الملحمة الكبيرة التي على إثرها فر عبد الرحمن الداخل صقر قريش إلى الشام مصر، ثم وصل إلى بلاد الأندلس، وهنالك أنشأ خلافة ظلت قرونا طويلة موازية لخلافة العباسيين في الشرق، وهي خلافة الأمويين ومن تبعهم بعد ذلك في داخل الأندلس، العصر الأندلسي. نأتي إلى الرسالة، يقول في بدايتها: أما بعد، حفظكم الله يا أهل هذه الصنعة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، فإن الله جل وعز جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين سوقا، وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم، فجعلكم معشر الكتاب في أشرفها صناعة، أهل الأدب والمروءة والروية، وذوي الأخطار والهمم، وسعة الضرع في الأفضال والصلة. نلاحظ من البداية أن عبد الحميد الكاتب ابتدأ الرسالة إلى معشر الكتاب، حدد الفئة المستهدفة من رسالته، فجعلكم معشر الكتاب. بدأها بالدعاء لهم، بالدعاء لهؤلاء الكتاب الذين يوجه الرسالة إليهم، كما قلنا نحن في المفتتح، هذا مفتتح
الرسالة كما بيناها، ابتدأها بأما بعد، وأما بعد هنالك كلام قبلها قد يكون التحميد والبسملة وغير ذلك من الأمور، ولكن هذا ما نقلته الكتب، الجحشياري وغيره من أصحاب الكتب التي اهتمت بهذه الرسالة، وقالوا إننا لا نحب أن نسقط منها حرفا نتيجة لأهميتها في السياق الذي قدمت فيه. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال إن الله سبحانه وتعالى وزع الناس أصنافا بعد الأنبياء، يعني أول درجة الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك الناس درجات، وجعلكم في صنف أعلى بعدهم مباشرة أيها الكتاب، في أشرف مكانة وأشرف صنعة يمكن أن تمتهن في هذا الوجود. للأسف الشديد بعض الناس اليوم يظنون أن صنعة الكتابة سواء كانت كتابة ديوانية رسمية، هو هنا يوجه لناس رسميين يعني موظفون، هؤلاء موظفون رسميون في داخل جسد الدولة في الديوان، ولهم أهمية كما سنلاحظ بعد قليل، يتكئ عليهم الملوك لا يستغني عنهم أحد، ويمكنهم أن يتقربوا ويمكنهم أن ينالوا الحظوة ويمكنهم أن ينالوا السخط عند هذا الأمير أو ذاك الوزير إلى آخره. بكم هذه الأهمية، بكم ينتظم الملك وتستقيم للملوك أمورهم، وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم ويجتمع فيهم، وتعمر بلادهم، يحتاج إليكم الملك في عظيم ملكه، والوالي في القدر السني والدني من ولايته، السني يعني الرفيع في الأمور العظيمة والأمور الصغيرة في عظائم الأمور وصغائرها، لا يستغني عنكم منهم أحد، ولا يوجد كاف إلا منكم، فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون، أنتم لسان حالهم، أنتم الذين توصلون لهم الفكر الصائب النير، أنتم ترشدونهم، مكانتكم عظيمة فلا تبخسوها كما سنلاحظ، ولا يوجد كاف إلا منكم، فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وكأنه يقول لهم أنتم البطانة الحسنة لهذه الفئة من الحكام، أنتم بعد الأنبياء في مقامكم ومكانتكم، لكم الخيرية على هؤلاء الملوك الذين تعتبروا بوصفكم كتابهم النموذج الذي يحتذى في تصريف الأحوال في الكبير والصغير من شؤون الدولة، أليس كذلك؟ فموقعكم منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون، تشبيه شبه أنتم كأنكم السمع، لماذا؟ وسيلة إعلامية أنتم في جسد الدولة، في ذلك الزمان لم تكن هنالك الوسائل والتقانات المعاصرة التي نحيا بها اليوم أو نعيش على أصدائها اليوم، كانت هنالك فئة الكتاب هم الذين يترجمون الرأي العام، خلينا نسميها بلغة الصحافة، وجهات الرأي العام، ويسيرون شؤون الدولة الخارجية بكتاباتهم المراسلات، كان هنا صحف تعمل اتجاه ورأي عام في الداخل وفي الخارج، أنتم اليوم أيها الكتاب، يقول لهم عبد الحميد الكاتب، أنتم الذين تقومون هذا المقام، مثل الآن الصحافة، التلفزيون، الراديو، والصحيفة المقروءة والمسموعة وغير ذلك، هذه تترجم أفكار وسياسات وآراء الحكام، وأنتم كذلك، وألسنتهم التي بها ينطقون، أنتم لسان الحال عندهم، أنتم الوسيلة الإعلامية التي توصل صوت الحكام إلى الناس في الداخل والخارج، وأيديهم التي بها يبطشون، الكاتب ممكن أن يكون له يد طولة في داخل الدولة إذا استغل مقامه ومكانته في الأذى، قد يكون في الأذى في الشر وفي الخير أيضا، في أذى الناس وفي إعادة الحق إلى نصابه بالقوة وقوة المنطق والحجة والبرهان التي تقدم لصاحب المرسل إليه، وأيديهم التي بها يبطشون، أنتم إذا آلت الأمور إلى موئلها وصارت إلى محاصلها ثقاتهم دون أهليهم وأولادهم وقراباتهم ونصحائهم، فأمتعكم الله بما خصكم
من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم سربال النعمة عليكم. لاحظوا كيف بين لنا شرف هذه الصنعة ومقامها، كي لا يظنن كاتب من الكتاب أنه في مكانة وضيعة فيميل إلى الضعة والتراخي. بوصفه رئيسهم يقول لهم أنتم في المقام العالي، الملك الذي ترهبونه يعتمد عليكم ويتكئ عليكم في تصريف شؤون دولته وسياسته، بكم يصول وبكم يجول. وفي النهاية يقول أمتعكم، يعني يدعو لهم، فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم سربال النعمة. لاحظوا الآن هذا جسد وصلب الرسالة، دخل بعد المقدمة والمفتتح دخل في داخلها، لكن بتسلسل بيّن لهم أهمية هذه الصنعة، أهمية هذه الصناعة التي يتحلون بها. وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى استخراج الخير، إلى استخراج خلال الخير المحمودة، صفات يعني، وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب. أنتم أولى الناس باستخراج الفضائل والخيرية من بين الكلام وبين الصفات إلى آخره. وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب، إن كنتم على ما سبق به الكتاب من صفتكم، إذا كنتم على الصفة التي ذكرتها أنا قبل قليل في مطلع الرسالة كما يقول لهم، فإن الكاتب يحتاج الآن، يبدأ بتوجيههم إلى بعض الأمور، فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج من صاحبه الذي ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره إلى أن يكون حليما في موضع الحلم. لا ينبغي له أن يغضب في مكان يحتاج إلى الحلم والروية، حتى لو كان الحاكم مثلا على خصام مع شخص من الأشخاص. لاحظوا هذا في أوج الصراعات السياسية، في أوج الصراعات السياسية كان يوجههم، إذا وجدت الحاكم يحتاج في برسالة إلى موضع لين فلين القول، وإذا احتاج إلى موضع الحزم كن حازما شديدا، فقيها في موضع الحكم، مقداما في موضع الإقدام، ومحجما في موقع الإحجام، يعني تعامل مع الموقف حسب ما تمليه عليك ظروف هذا الموقف. إن كان الموقف يحتاج إلى فقه من الأمور القضاء فعليك أن تكون فقيها، إن كان يحتاجك حازما فكن حازما، لينا كن لينا إلى آخره. وهذه صفات الإنسان الحكيم، الحكيم الذي يقيد نفسه ويلجمها في لحظات تحتاج إلى الكلام فيلجمها بالصمت، وتحتاج إلى الصمت فيطلق لسانها بالكلام. وهذه بلاغة أيضا، حكمة وبلاغة، شديدا في موضع الشدة، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشداد. لاحظوا كل هذه الصفات التي يريد الكتاب أن يتحلوا بها، عفيف، طاهر اليد، نقي اللسان، إلى آخره من هذه الصفات، وفيا عند الشدائد. وقد تحلى عبد الحميد ابن يحيى الكاتب بهذه الصفة، ولم يتخلى عن مروان ابن محمد حتى آخر حياته حيث قتل معه. وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي ويذر ويضع الأمور في مواضعها. ولعلمكم الإنسان الحكيم هو الذي يقيس الأمور بميزان العقل ويضع الأمور في نصابها ولا يكون طائشا. الحلم فيه عقل، فيه رشاد، فيه إدراك لأبعاد الأمور. الإنسان لا ينبغي له أن ينقاد وراء أهوائه، وفي هذه الحالة نقول عنه إنه طائش، كما كنا نرى بعض الرؤساء في الدول العربية على سبيل المثال في مواقفهم الزئبقية وتصريحاتهم التي لا نكاد نفهم منها شيئا في بعض المواقف. بعضهم مات في بعض الدول العربية، لا داعي لذكرها، نحن في مقام درس، لكن كنا نسمع بعض التصريحات من ذلك القائد الزعيم الكبير في ليبيا مثلا، تصريحات لا ما أنزل الله بها من سلطان، وبعد ذلك بعضها ينقض بعضا،
تصريح وفق تصريح بعد تصريح دون أن يكون عنده حكمة في وضع الكلام في مواطنه الحقيقية. وهذا الإنسان الذي يتخلق بهذا السلوك الذي يضع الكلمة في موطنها المناسب يكون إنسانا حكيما. وأولى الناس بهذه الحكمة أنتم معشر الكتاب. قد نظر في كل صنف من صنف الآن بعد ذلك يقول لهم ما هي الثقافة اللازمة أن تتمسكوا بها، ما هي اللازمة لكم، ما هي أنواع وصنوف الثقافات اللازمة لكم. قد نظر في كل صنف من صنوف العلم فأحكمه، أن يكون متخصصا في علوم، فإن لم يحكمه شدى منه شدوا يكتفى به. يعني كما يقول المعاصرون في الثقافة أن يعرف شيئا عن كل شيء، والتخصص أن يعرف كل شيء عن شيء واحد. أنا مثلا متخصص في اللغة العربية، ينبغي أن أحيط بكثير مما يعينني على تخصصي أو في تخصصي. أنت مثلا متخصصة في الهندسة، تعرفين كل شيء قدر المستطاع فيما يختص بالهندسة، وفي الوقت عينه لا يعفينا هذا من أن نكون متجولين كالنحلة بين فروع المعرفة، نستنشق ونمتص الرحيق من هنا ومن هنا لنكون في النهاية نتاجا يسمى العسل الذي يقدم للناس. وإلا فإن الإنسان خلاياه العصبية والعقلية تضمر مع الزمان، لأن مهما بلغ من التخصص لابد من تنويع في تفعيل الطاقة كما يقول علماء البرمجة العصبية وغيرها. لازم الإنسان يحرك أكبر قدر ممكن النفس والعقل وجيوب العقل أيضا وخلاياه، لابد أن تعمل في إطار متوازن، ولا ينبغي أن يركز الإنسان في جزء واحد. لاحظوا القرآن الكريم، لاحظوا القرآن الكريم، تجدوه متنوعا، تجدوه متنوعا، سبحان الله، معجز في كل شيء. إن قرأناه نجد فيه علما، نجد فيه وصفا وقصصا وكذا وكذا وحكما، ونجد فيه أحكام شرعية، نجد فيه كل ما نريد. يعني من عاش مع القرآن يبرمج عقله بتوازن، والقرآن نفسه يدفعه إلى أن ينظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلكم. سيروا في الأرض، تأملوا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء أو العلماء. هكذا القرآن يدفعنا إذن إلى هذه النظرية. شدى منه شدوا يكتفي به، يكاد يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته ويهيئ لكل أمر أهبته. دائما يكون حاضر الذهن متوقد، يزن الأمور بميزان العقل والحكمة، لا يطيش عقله في لحظة من اللحظات ويتصرف تصرفا لا يحسب إلا عليه. لأن الكلمة إن خرجت من الإنسان سواء منطوقة أو مكتوبة كالرصاصة لا ترد، كالسهم إذا خرج من الكنانة وانطلق من القوس. بعض الناس لاحظناهم يصرحون ويقولون كلاما خطيرا جدا، ثم إذا سئلوا عنه تنصلوا منه وهو موثق عليهم. وهيهات هيهات، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. خلاص، سبق السيف العدل. فالإنسان لابد أن يزن كلماته قبل أن توزن عليه. فنافسوا معشر الكتاب في صنوف العلم والأدب وتفقهوا في الدين. لاحظوا الآن بدأ بالثقافة بعد أن مهدهم إلى أن يهتموا بالعلم والثقافة، وتفقهوا في الدين، وابدأوا، ما هي أول العلوم؟ وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربية، يعني اقرأوا القرآن الكريم وتعلموا ما فيه من أحكام وتشريعات لكي تعينكم على إدارة شؤون الدولة، لأنهم مؤتمنون على شؤون الدولة. إذا كان من هو في منصب الوزارة
نفترض أن عبد الحميد الكاتب كان في منصب وزير يوجه من هم دونه في المنصب من الكتاب: ينبغي أن يكون من أتقى الناس وأحكم الناس وأكثر الناس علما في كتاب الله. وبعد ذلك طبعا العلم بكتاب الله لا بد أن يتبعه علم في اللغة العربية، ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم التي تثقفها وتهذبها وتصونها من الزلل والخلل واللحن والخطأ وسوء التفسير وسوء الطوية وأشياء كثيرة. ليست المسألة فقط مجرد نطق، قد يجيد اللغة العربية وينطقها نطقا سليما من لا يوجد في ضره قلبة من لا يوجد في قلبه ذرة إيمان أحيانا، أليس كذلك؟ لأن اللغة سلسة. لكنه يقصد هنا العلم والتقوى والغوص في الأحكام والتشريعات. وأجيد الخط فإنه حلية كتبكم. إن كان في ذلك الزمان يكتب بالريشة، فنحن اليوم مثلا إذا كتبنا بأيدينا لابد أن نحسن خطوطنا، وإن كتبنا استخدمنا الوسائل المعاصرة لابد أن نجود طريقة الإخراج، وأهل الصحافة يعرفون ذلك، لتصل الرسالة بسهولة ويسر. واروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها. يأتينا اليوم بعض الناس يظن أنه كاتب كبير، للأسف الشديد نقول له: ماذا تحفظ من الشعر؟ يقول لك: لا، أنا لا أعرف الأشعار. وكأنه يريد أن يقلب مقولة أحمد مطر: أنا لا أكتب الأشعار لكن الأشعار تكتبني. هو: أنا لا أعرف الأشعار لكن الأشعار تعرفني. نصير لا، لابد أن تتقن الشعر كذلك وترويه، لأنه إذا كان ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما رضي الله عنهما قال: الشعر ديوان العرب كما قلنا سالفا، وما أشكل عليكم من كتاب الله فالتمسوه في ديوان العرب في الشعر. كذلك من الثقافة وأيام العرب، يعني في ذلك الزمان المعارك والحروب والقبائل إلى آخره. اليوم نقول بمفهومنا المعاصر معرفة التاريخ، معرفة الواقع السياسي والجيوسياسي وما يقولون عنه ثقافة عامة تفيد الإنسان في معرفة ما يدور حوله في هذا الكون. وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين لكم على ما تسمون إليه بهممكم، ولا يضعفنكم نظركم في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج منكم. يعني ينبغي على الكاتب كذلك أن يتمرس في الرياضيات، يكون ملما بالحساب، لأنه بعضهم مسؤول عن جوانب الزكاة والخراج وجمع المال ودخول المال والخروج، الصادر والوارد كما يقول أهل المحاسبة، الدفاتر، فتح الدفاتر البنكية والدفاتر في ذلك الزمان هم مسؤولون عن خروج الأموال ودخولها. فكيف يكون كاتبا ملما دون أن يكون عنده اطلاع بالحساب أو على الحساب؟ وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها. هذه جميلة جدا، لابد أن تترفعوا عن دنايا الأمور ولا تربطوا عملكم بمصالحكم سواء كانت صغيرة أم كبيرة، لأن من طلب من الناس مصلحة طلبوه ولو استهان بها في يوم من الأيام. لو قال لشخص: أنا أريد أن تنفذ لي وتحقق لي مصلحة، هذا يدخل في باب الرشوة، لأنه على مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: هل جلست في بيت أهلك فأهدي لك؟ عندما جاءه عامله على الزكاة وقال له: هذا لكم وهذا لي، قال له: هل جلست في بيتك فأهدي لك؟ وهذا ينبه ترفع عن سفاسف الأمور الكبيرة والصغيرة. فإنها مذلة للرقاب، مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الدناءة والجهالة، وإياكم والكبر والعظمة فإنها عداوة مجتلبة بغير إحنة، يعني محنة، بغير إحنة. وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم وتواصوا عليها فإنها شيم أهل الفضل والنبل من سلفكم. لا يظنن إنسان، لا يتكبر إنسان في هذا الكون سواء كان كاتب أو غير كاتب. والكاتب بوصفه وزيرا أو مقربا من وزير عليه أن يكون أكثر الناس تواضعا، لأنه كلما إياكم أن
تأخذكم الأمور إلى أن الإنسان كلما علا كلما تواضع. لا، أحيانا كلما علا كلما ازداد كبرا. قليل من الناس الأتقياء الذين كلما علوا تذكروا عظمة الله عليهم فازدادوا تواضعا، مثلما كان عمر رضي الله عنه الذي كان ينام تحت الشجرة ويضع نعليه تحت رأسه، فلما قالوا له عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وصاغها بعد ذلك حافظ إبراهيم بأبيات جميلة. لما جاءه رسول رستم وفتش عن قصره فلم يجد له قصرا. طبعا أنا لا أقول إن على الأمير في زماننا أو على الوزير أو على الرئيس أو على الملك أن يكون تحت الخيمة تحت الشجرة، لا، الإسلام واسع وشامل ويتعامل مع شؤون الحياة بواقعية، لا أقول أنه حرام، حسب ظروف العصر، وهذه من السياسات الشرعية التي لم ينزل بها نص، متروكة لأولي الأمر وأهل الحل والعقد. والكاتب بفضل رأيه وشرف صناعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره ويناظره. لاحظوا أنا قرأتها بهذه الطريقة لأبين لكم طريقة التوازنات التي قدمها الكاتب في الجملة في هذا السياق. ويفهم عنه ويخاف سطوته أولى بالرفق بصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا. الكاتب أولى بأن يقوم صاحبه الأمير ومن حوله، أولى بهذه المهنة من السائس الذي يتعامل مع الدواب ويستطيع أن يروضها. وكأنه يقول إذا كان السائس يروض الدواب فإن عليك أيها الإنسان أن تتعامل مع من حولك من بشر في موقع المسؤولية بهذا المنطق السليم، فإن عجزت فإنك أقل مكان، أنا هكذا أقول، فإن عجزت فإنك أقل مكان من سائس الخيل. ولا تعرف خطأ ولا صوابا إلا بقدر ما يصيرها إليه سائسها أو صاحبها الراكب لها، فأدق يرحمكم الله النظر، واعملوا فيه الروية والفكر، تأمنوا ممن صحبتموه. يعني احترسوا من تقلبات السياسيين، كونوا على وعي وحذر، لأن السياسي غضبته قاتلة ونومته قاتلة، كلتاهما مضرة، فتعاملوا معه بحكمة. وكأنه يقول إنكم تتعاملون مع أناس فيهم طبع الشراسة بغريزتهم كالأسد، إذا رباه الإنسان وروضه لا يأمن غوائله وعواقبه. بعد أن يكبر غريزة الافتراس في دمه قد يأكل من روضه إن جاع. وهنا كأنه يقول هذا، ولكن نحن نفهمه. واعملوا فيه الروية والفكر، تأمنوا ممن صحبتموه بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. النبوة والاستثقال، تأمنوا النبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم إلى الموافقة وتصير منهم إلى المواساة والشفقة إن شاء الله تعالى. إلى هنا النص الموجود بين أيديكنا في الكتاب. نعم، النص الموجود بين أيديكم أو أيديكنا في الكتاب، وأضفت بعض الأشياء. الرسالة قيمة جدا كما لاحظنا، ابتدأها، لا أريد أن أكمل باقي ما أضفته من الأصل في هذه الرسالة نظرا لضيق الوقت، ولكن كما لاحظنا الرسالة ابتدأت بالدعاء وانتهت بالدعاء أيضا وإلقاء التحية عليهم. يعني نهاية الرسالة الأصلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا اختتمها عبد الحميد الكاتب. ثم انتقل بعد ذلك من الدعاء إلى الغرض منها. طبعا بيّن في خلال سياق هذه الرسالة فضل الكتابة وأهميتها، وكذلك مكانة الكتاب بين الناس، أين وضعهم وصنفهم بعد الرسل مباشرة. طب لماذا؟
لأنه لا يستغني عنهم الملوك والرؤساء والقادة وأمير المؤمنين وغيره من أصحاب القرار في الدولة. أنتم سمعهم وبصرهم كما لاحظنا، يقول أنتم، يريد أن يقنعهم وكأنه يريد أن يثبتهم. وكأني ألمح بعبد الحميد الكاتب، أو ألمح أن عبد الحميد الكاتب رأى تململا وانتشرت في زمانه إشاعات تبخس وتقلل من قيمة الكتاب الذين ينتمون لهذا الديوان الذي فيه شرف عظيم، فأراد أن يوجه رسالة إعلامية كأنه تصريح عبر وسيلة من الوسائل الناجحة في ذلك الزمن وهو الرسالة إلى الكتاب الذين يعملون تحت إمرته، ليثبتهم ويبين لهم مزايا صنعتهم. ولم ينسى في خلال كلامه وحديثه أن يبين لهم الثقافة التي ينبغي عليهم أن يتحلوا بها ويتمسكوا بها، كتاب الله سبحانه وتعالى. عليهم أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلموا الفرائض، يعني الأحكام والتشريعات، ليس فقط الصلاة والصيام، لا، الفرائض، الزكاة، المواريث وغير ذلك من شؤون التشريع الإسلامي، يكون الإنسان فيهم شامل. كمان أيضا الشعر العربي ولغة العرب، الشعر والنثر والمأثورات السابقة من أقوال الحكماء العرب كذلك، أن يكون خطهم جميلا. لماذا تعتقدون؟ لأن العين هي التي تقرأ في البداية، حلية كتبكم. نحن إذا رأينا كتابا مكتوبا بخط لا نستطيع أن نقرأه حتى في زماننا المتقدم جدا، بعض الطباعات، بعض دور النشر تنشر كتبا يقول الإنسان لولا أني مجبر أن أقرأه ما قرأته، حتى لو كان الكلام قيم. بعض الكتب لها طبعات مختلفة، باتت تميل الآن بعض دور النشر للتجارة إلى استخدام الخط الذي يحتاج إلى مكبرات لنراه دون المتوسط، دقيق جدا، والبعض يميل الحروف إلى آخره. كذلك من الثقافة التي تعلم الحساب، لماذا؟ لأنه يحتاجه أهل الخراج، كتاب الخراج المتخصصون في هذه الصنعة. كذلك من الثقافات معرفة أيام العرب والفرس، يعني معرفة السياسة والواقع السياسي والتاريخ، معرفة السياسة والتاريخ. كذلك قراءة الأشعار، قراءة الأدب العربي، لماذا؟ لأنه حتى يعرف الغريب منها يزيد أور فوكابلري، لأنه يثري أو يغني، على خلاف من يقولون إن إثراء ليست هي الصواب في هذا السياق، وإن كانت هي صوابا أيضا، يغني قاموسنا ومعجمنا اللغوي، وصفنا كتاب. الكاتب كلما كانت مفرداته كثيرة استطاع أن يكتب ما يزخر به قاموسه وتنثال الكلمات على لسانه انثيالا. وتميز أسلوب عبد الحميد الكاتب بالسلاسة والسهولة والاسترسال وتوازن الجمل والوضوح دون تعقيد والبساطة، كما أخذنا في خصائص فن الرسالة التي سبق أن درسناها. هل من سؤال؟ بارك الله فيكن.